السلام عليكم، أهلا بكم. فيديو النهاردة بعنوان محشي الشرايط واللبن. طبعا كل واحد عايز يعرف ايه محشي الشرايط وايه اللبن وايه الشرايط دي. في الأول هديكم فكرة بسيطة الأول على ايه اللي هو المحشي كرنب. اولا بنجيب الكرنب، نسلق الكرنب، نعمل الخلطه، مش عارف ايه. طيب بنجيب الكرنبايه اللي هي يعني على السريع كده، الكرنبايه اللي هي الخفيفه ايا كان وزن حجمها، صغيره كبيره، المهم تكون خفيفه وقلبها طري، ما تدوسي عليها كده تلاقيها ايه طريه، ما تلاقيهاش ناشفه، لان الكرنبايه الناشفه بتبقى الورق بتاعها مكلكع في بعضه، بيتكسر في اللف، بيهدر منها كتير. انما الخفيفه الطريه بتطلع ورق كتير، وورقها مفرود بتتلف بسهوله. ده على السريع كده فكره يعني على السريع. اما بالنسبه للسلق برضو على السريع كده، لازم تحط في ميه السلق بتاعه الكرنب معلقه كمون ناعم. ليه؟ عشان تشيل الريحه بتاعه الكرنب اللي بتبقى طالعه، اللي في ناس كتير مش بتحبها، وفي ناس بتتضايق منها وبتبقى عامله ريحه وحشه في الشقه، وفي ناس بتحبش الكرنب عشان كده. فعشان كده احنا بنحط معلقه الكمون الناعم في ميه السلق مع الملح. وتاني حاجه، ما بنحطش الورق الكرنب اللي احنا فرعناه في ميه السلق الا بعد ما تغلي. لو حطيناه من الاول الورق على بال ما الميه تغلي هيتهري ومش هينفع. اول ما تغلي بنسقطه، يا دوب نجيب مجموعه ورق نحطها يا دوب نص دقيقه ونطلعه، نص دقيقه ونطلعه في حاجه واسعه، مثلا صينيه واسعه زي دي كده، ايه او اي حاجه يعني تكون عندك. فبالنسبه ده بالنسبه للسلق. اما يعني الورق ما بيخش، الورق الابيض يا دوب نص دقيقه وتطلعيه، بيكون طري. اول ما بتطلعيه بعد شويه بيكمل السوا بتاعه لما بتحطيه فوق بعض. اما الورق الاخضر الجامد ده في ناس بتحبه، وفي ناس بتحب يعني تاكل المحشي من الاخضر ده، وفي ناس بتحب الفاتح، في ناس بتحب الغامق. فالمحشي الاخضر بياخد مثلا، مش هياخد نص دقيقه، لا هياخد ايه دقيقتين، يعني دقيقتين في الميه وبرده يطلع هيكون استوى. ده سريع كده. اما بالنسبه لخلطه المحشي، ايه اللي بيميز محشي عن التاني؟ يعني ممكن تاكلي محشي في بيتك تلاقيه مختلف عن اختك، عن صاحبتك، عن كده. هي حاجات بسيطة بتبقى في المحشي بتميزه عن التاني. ما تكتريش البهارات اللي هي يعني تحط انواع كتير، وكل اللي قبلك تحط فيه، هي حاجات معينة بتحطيها، الكمون والفلفل الاسمر والشطة والبابريكا والكزبرة وشوية نعناع ناشف مفروم بتحطيها فيه في الخلطة دي طبعا. وبعد بالنسبة لو كان كيلو رز مثلا، هتحط معلقة كبيرة من معلقة الأكل كمون، معلقة كبيرة كزبرة، لو بتحبي الشطة بتحطي معلقة كاملة، لكن لو مش بتحبيها لازم هتحطي شوية، عشان ده اللي بيدي لمسة جميلة للمحشي، اللي بيميزه عن الإيه عن المحشي التاني. تحطي لو نص المعلقة أو يعني ربعها، لكن المهم لازم هتحطي فيه شوية شطة، هما اللي بيميزوا خلطة المحشي عن أي خلطة تانية. بعد كده، بعد ما بترصي المحشي وبتلفيه، لازم ترش على وشه شوية زيت. ليه شوية الزيت؟ على أساس هدول اللي بيخلوا الصابع تبقى مفلفلة من بعضها. مجرد ان هو بيستوي وتيجي تنزلي، بتهز الحلة كده وتقلبيه في حاجة، تلاقي الصابع كلها نازلة سايحة وناعمة وجميلة، مش ماسكة في بعضها. ده حاجات كده بسرعة بسرعة. اما بالنسبة بقى الشرايط واللبن، ده هنعرفه ايه دلوقتي. بالنسبة بقى للورق، يعني مثلا انا هوت في حاجة برضو عايزاكي تعرفيها. الورقة اما تيجي تقطعيه، يعني دي ورقة مثلا مسلوقة اهي، الورقة اهي مسلوقة، بتضميها كده على بعضها، تضميها على بعضها وتقومي شايلة العرق ده وتخلصي. بعد كده بتقومي عامله ايه حكايه ايه الشرايط. ايه هي الشرايط بقى؟ اهي انا لميت الورقه كلها على بعضها، بمسك بالسكينه واعمل كده، اخلي الورقه وهي مضمومه ايا كان، حتى حجمها طول ايه او كبر ايه، اعمل كده، امسك المحشي الورق كله اعمله كده، هي دي الشرايط. اهي واحده تاني كمان اهي طبقتها، هي مسلوقه اهي. انا عاملينكم بس شويه كده
جايبه شويه جزء من الخلطه ولا حاجه عينه، عشان مش هقدر اجيب كل الكميه ونقعد نعمل فيها. فمن نفس الحكايه طبقتها على بعضها وعملت كده اهي، رميت العرق ده اهو، وبرده هي مضمومه كده. اعمل الشرايط ادي على قد انا بحب الصابع المحشي قد ايه، يعني انا بحب مثلا قد كده، يبقى انا عاملها عايزاه طول كده، يبقى هتطولي العرض بتاع الشريط ده. وهكذا بالنسبه للاخضر والورق وكل الورق. فازاي بقى ايه الشرايط دي هتعمل لك ايه؟ يعني الشرايط دي بتساعدني، الشرايط دي بتساعدني في اللف. يعني انا مثلا لو عملته كده، عملت الشرايط دي على بيات. وفي حاجه تانية قبل ما انسى اقولها، بعد ما بنعمل الشرايط دي كده، بقوم ماسكه كل ورقه، انا عملت الورقه دي كده، بقوم جايه ماسكاها كده، واقوم ايه مديلها عصره خفيفه كده، عصره خفيفه. شوفوا نزلت ميه قد ايه. كل الورق اللي انا عامله حكايه شرايط دي، اقوم عاملاه كده اخضر ابيض اي حاجه، لازم اديله العصره الايه الخفيفه دي، بينزل الميه. الميه اللي بنزلها دي بنزلها ليه؟ بعصرها كده علشان في ساعات ناس تعمل المحشي مش عارفه اظبط عيار الشوربه فيه او عيار الميه فيه، السوائل فيه بتبقى اكتر فبيه بيتهري وبيبوظ. فاحنا عايزين المحشي يبقى مفلفل والصابع ملفوف وماسك نفسه، هنعمل الحركه دي، هتنزل الميه وبعدين ايه نشوف لما بنيجي نحشي بنعمل ايه في الشرايط. هي ده ايه كلمه محشي الشرايط. اشوف انا الشريط اهو، ساعه ما باجي الف بقطعه بقى كده، اعمل على قد ما انا عايزه الصابع قد ايه، بقوم مقسمه الشريط، لان انا لو قطعته كده كده وحطيت فوق بعضه بيلزق، وارجع تاني لما اجي الف اقعد افصله وتبقى الورقه لازقه في اختها فهيعطلني. فلكن ده ايه بيساعدني وبيبقى سريع. امسك كل شريط اقطعه كده، اقطعه كده واحط على حرف الحله، كل حرف الحله، هي الحله اللي فيها الخلطه. مثلا انا جايبه حاجات صغيره على اساس تبقى نموذج مش اكتر، واقعد اعمل بقى كده. كل ما اجي يعني اخلص بقى، اخلص شريط اجيب غيره وهكذا. بعد كده اقعد ايه الف بقى في الورق الشرايط ده اللي انا قطعته اهوت. يعني مثلا هقعد شوف اللفه بقى يبقى ايه، يبقى اللف سريع. احط في الحله دي انا فرشه الارضيه بتاعتها حلقات بطاطس وحلقات طماطم. فانت بتفرشي الحله زي ما انت عايزه، يا اما زي ما انا عامله كده حلقات بطاطس وفلفل، وممكن تحطي بصل حلقات بصل، ممكن تاخدي البواقي بتاعت الخضره اللي هي البقدونس والحاجات اللي هي بواقي العيدان الجامده، وتفرشيها في ارضيه الحله عشان ما تتحرقش. يعني شوفي كده لما بنعمل طريقة الشرايط دي بتبقى سهلة سهلة وسريعة. يعني هتفضلي بقى كل ما أبقى متخلصي مجموعة الشرايط اللي عملتيها، تقومي عاملة شوية تاني. يعني أنا كل مرة مثلا هلاقي اهو، أجي شايفة أدي مثلا شريط قد ايه على حسب حجم ورقة الكرنب قد ايه. أدي عملت ادي الشريط معايا اهو، امسكه كده. يعني بعد ما يتسلق اعمل موضوع ايه ويبرد شويه، اعمل موضوع الشرايط ده عشان يبقى جاهز. وما اقطعهوش، اللي اقطعه احشيه، الشريط اللي اقطعه الفه عشان ما يتكومش على بعضه ويلزق ويعطلني. طبعا هو ده بيسرع لي بسرعه جدا، خليني الف الكميه بتاعتي بسرعه. فانا جايبه حله صغيره بس ايه نوريكم فيها، وهكذا طبعا لغايه ما الكميه تخلص معايا، لغايه ما كميه الكرنب اللي انا عايزاها او الحله اللي قدامي بتخلص، اقعد كل شويه اجيب شريط من اللي انا مقطعه وشايله العرق بتاعه اهو، شايف الطول ايه، وهكذا. اقعد اجهز بقى كل ما يخلص
الف واعمل كده، والف كل اللي اقطعه شرايط كده الفها وحشه. طبعا مش هعمل بقى كل ده قدامكم، ده البتاع في اللف، وانتوا طبعا كلكم اساتذه بتعرفوا تلفوا كويس وبتعرفوا تعملوا كل حاجه. لكن هي شويه الملاحظات الخفيفه دي اللي بايه بنقولها عليه. طيب احكي ده موضوع، انا كنت بقول لكم الفيديو بتاع المحشي ده عشان اعرفكم ايه ازاي بقطعه شرايط كده، ان في ناس ما تعرفش تقعد تمسك ورقه الكرنب وتفردها على مساحه واسعه وتمسك سكينه وتقطع العرق لوحده وتقعد تقطع حته بحته بالسكينه، يعني زي ما تكون بترسم خريطه. لكن احنا بالشكل ده بنطبق الورقه ونشيل العرق ونقطع بسرعه بسرعه شرايط، وبالشرايط نقعد ايه خلاص نلف. يعني إيه لو حل قد كده هتاخد، مش هتاخد مننا تقطيع ولف، مش هتاخد نص ساعة. ده حاجة. بعد كده بقى بنقول انا العرق بعصر كده الورق ده عشان المية دي بتزود العرق بتاعه وتخليه يتعب. طيب انا عايزة اظبط، في ناس مش بتعرف تظبط عيار المحشي، تقول احط كام كوباية شوربة، احط كام مش عارف ايه، ده لا ده لازم تغطيه الشوربة. لا، في المحشي كرنب بالذات مش لازم الشوربة أو الحاجة اللي انت هتسقي بيها انها تغطي الصوابع، مش لازم تغطيها. هي بنعمل كل حاجة بالعيار. بعد ما عصرت الورق كده ولفتيه وحطيتيه وحطيتي كل حاجة عندك، بتشوفي انا حشيت 4 كام كوباية رز، حشيت مثلا 4، يبقى هحط 2 كوباية شوربة يغطوا المحشي او مش يغطوه، مش هي دي المشكلة. انا عندي بعاير، شوف الحلة دي حطيت فيها 6 كوبايات رز مثلا، يبقى هحط 3 شوربة او 3 مية لو انا عاملة دايت ومش عايزة دسم، فبحط 3 مية واحط فيها مكعب مرقة و3 كوبايات مية. يعني لو اللي عامل دايت ومش وعايزة تاكل المحشي وتشبع منه، ما تحطش فيه شوربة وما تحطش فيه اي حاجة، بتعمل لنا الخلطة دي عادي جدا، بس بتسقيه بمية وفي مكعب مرقة عشان تقدر تاكل منه كمية مرتاحة يعني، وهي مبسوطة بيه حتى في اليوم الفري بتاعها. لكن اللي بيسقوه ببط وحاجات من ديت والوز والحاجات الدسمة دي طبعا ما ينفعش مع الدايت أبدا. بعد كده بعد ما تخلصيه بترش على وشه شوية زيت، ده لازم قلنا عشان الصباع تبقى متفككة. وعرفنا العيار بنعمله ازاي، عيار المية او الشوربة نص عيار الرز اللي انا استهلكته في الحلة، حطيت 4 كوبايات رز يبقى 2 شوربة، يبقى كده يطلع مظبوط من غير ما نقعد بقى نقول لا نص سنتي فوق وش المحشي، ده 1/4 سنتي فوق وش، ما ينفعش ما ينفعش الحاجات ايه نعمل حاجة وهمية كده. بعد كده بنقول بقى ايه محشي الشرايط واللبن. في ناس ما بتسقيش ما بتحطش يعني تسقي المحشي بالشوربه او الميه والحاجات دي، بتسقيه باللبن الحليب كامل الدسم. نفس الحكايه لو هي عامله 4 كوبايات رز بتسقيه ب2 كوباية لبن. وانا جربت طبعا اللبن في المحشي فلقيته فعلا بيدي طعم جميل جدا، طعم بيدي دسامه وبيديكي باحساس حلو، يعني طعم اللبن بدل الشوربه والحاجات دي بيدي دسامه كده في الطعم، وبيبقى طعمه جميل وحلو. ده محشي الشرايط واللبن. نقطع المحشي شرايط كده وبيساعدني في اللف وسريع سريع، وبعدين بنسقيه باللبن المغلي. حتى لو الشوربه اللي هتحطها المحشي لازم ايه المحشي الشوربه تكون بتغلي. بعدين اول ما الحله تغلي على النار 5 دقايق وهي بتغلي لازم تنقليها على شياطها عشان ما ايه ما يشيطش من تحت. لكن في ناس بتغلط بتسقي المحشي نص شفشق طماطم بعد ما بتحشيه، ده غلط لان ايه الطماطم دي فيها نسبة سكر فبتحرق الجناب بتاعت الحلة من هنا، تلاقي المحشي شايط من هنا وطاير نص الحلة مبوظها عشان الحركة دي. هو كل الطماطم اللي انت عايزها تحطيها او الصلصة اللي تحطيها والبابريكا اللي هتحطيها جوه الطماطم جوه الخلطة نفسها. بعدين المحشي اصلا يعني يعتبر من وجبات الرجيم، يعني الناس فاكره ان اللي بياكل محشي بيتخن. هو يتخن امتى؟ لو سقاه، لو سقى المحشي بشوربه بط او وز او الحاجات دي. لكن المحشي من اكلات الرجيم، وده كلام دكاتره التغذيه، لان الاكله دي تلتها رز وتلات ارباع كلها الياف، الياف في الكرنب، الياف في الخضره، الياف في الطماطم،
الياف في كل حاجة اضفتها، والتلت بس هو الرز. فانت لو حطيتي مية ومرة خلاص بقى ايه، وجبة دايت. لكن لو حطيتيها بشوربة او اي حاجة تانية خلاص بقت ايه، وجبة عادية ملهاش علاقة بالدايت. لكن المحشي من الكرنب عموما من الاكلات اللي هي بتقاوم، ربنا يعافيكم، يعني سرطان القولون، زيها زي القرنبيط والبروكلي، ديت من الخضروات اللي هي بتقاوم سرطان القولون وبتمنعه. ربنا يعافينا ويعافي الناس جميعا يا رب. يعني اتمنى اكون كده على السريع يعني افدتكم بحاجة، ولو كنت استفدت كلمة او معلومة ما تبخليش باللايك والشير. تحياتي عزة زيدان.